عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابح وسيد عليه أفضل الصلاة والسلام. رزقنا الله في الدنيا زيارته ووفقنا للسير على خطاه. المنكر الشاهد لا ينكر ذلك إلا من طمست فطرته. الاستئثار بقرار الأمة بدون إرادتها منكر. الاستئثار بثروة الأمة وتوزيعها دولا بين الأغنياء وحرمان المواطن والفقير منها منكر. التمييز بين الناس الذين خلقهم الله على درجة واحدة يتساوون كمسلمين وكبني بشر على أساس قبلي وأساس طائفي وأساس عرقي وعلى أساس الولاءات السياسية منكر. تجنيس الأجانب والأغرام للاستقواء بهم على أهل البلد لقمع أهل البلد لمصادرة حقوق أهل البلد في الخدمات سكان تعليم ضيقة عليه وأعمال. تجنيس بهذه الروحية منكر. ولو استمرينا في عد المنكرات على البعد السياسي، البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد الديني، لطال بنا الوقوف في تعداد تفاصيل هذه المنكرات. ومع هذا الواقع الذي لا يستطيع أن ينكره أي ذي إنصاف، ما هو واجب الإنسان المسلم الوطني الإنسان بفطرته الإنسانية؟ الله سبحانه وتعالى يقول: عليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السيرة النبوية والسيرة المعصومين تقول: عليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا وعينا إلى معنى الوطنية الصادقة، فالوطنية الصادقة تقول: عليكم بالوقوف أمام كل أوجه الفساد التي تمنع قيام العدل، التي تؤسس إلى الظلم، التي تحرم أبناء البلد من حقوقهم، التي تضيع على البلد فرصة أن يكون بلداً مستقراً متقدماً حديثاً. هذا معنى الوطنية. الإنسانية في كل مكان، حتى الذي ليس له دين أيضا تصرح في الناس. يجب أن نعمل بفطرة الإنسان على المساواة، على رفض الظلم، على العمل لإقامة الحق. فطرة الإنسانية. فنجد في الأرض أمم لم تأخذ بأحد الديانات السماوية، لا يهودية لا مسيحية لا نصرانية، وأحيانا ليس لهم دين حتى من صناعة بشرية بالمعنى الدين، ولكنهم يحتكمون إلى فطرة الإنسان فيؤسسون نظام لا يجوز أن يفرق بينهم، يساوي بينهم. ما رزقهم الله دين وقال لهم أنتم كأسماء المشي، ولكن رزقهم الله فطرة إنسانية. إذا استقامت هذه الفطرة في درجاتها الدنيا تدفعهم إلى إصلاح المعوج والفاسد.
فالنقطة الأولى المنكر واضح قائم بين، والنقطة الثانية كل من ينتمي إلى الإسلام والوطنية والإنسانية عليه أن ينكر هذا المنكر، وعليه أن يأمر بعكسه ونقيضه من المعروف. النقطة الثالثة، أيغير الله ما بقوم من منكر دون أن يغيروا هم ما بأنفسهم ودون أن يبذلوا؟ الآن القاعدة التي تسري عليها الآن دفع الناس بعضهم للبعض، مرحلة تكفر الله سبحانه وتعالى بإزاحة المنكر بالصواعق وإزاحة المنكر بالسيل وإزاحة المنكر، هذه مرحلة أيضا كانت لها مقدمات من دعوات. ما نزل العذاب بقوم إلا بعد رسالة رسول، بعد ما هي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووضح الطريق وأصبح الطريق يعني بين المعالم، أو كان الله سبحانه وتعالى إلى هذه القاعدة، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر يصلح حالكم، يتغير حالكم، تتركون الأمر بالمعروف ترضون بالمنكر يزداد حالكم سوءا، يسلط عليكم شراركم، يسود فيكم المنكرات، تعيشون حالة من الخسران أفراد وجماعات. فلا يغير الله سبحانه وتعالى ما بقوم أفرادا أو جماعات إلا إذا بدأ من هؤلاء التغيير على مستوى الفرد، يتوبون يخلصون لله سبحانه وتعالى، يعقدون العزم على السير على ما أراد، يلتزمون بحدوده، يتغير حال الفرد. الأمة تأخذ بمبدأ الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، تعلن كلمة الحق في وجه السلطان الجائر، هذه القاعدة الرئيسية. بعد هذا تبذل ما في وسعها، تبذل ما في وسعها يغير الله حالها. تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تخلص لله تبذل ما في وسعها، إذا كان في وسعك أن تبذل بالنسبة المئوية أنت العبد، نحن عبيد الله سبحانه، نحن المواطنون من أهل البحرين حتى نغير واقع المنكر الذي نعيش، علينا أو نستطيع أن نبذل بالنسبة المئوية 20%. إذا ما بذلنا 20% وبذلنا 10%، الله سبحانه وتعالى يتكفل لنا بالتغيير. يجيني إن تنصر الله ينصركم، الله يقول لك ما نصرتوني، ما بذلتم ما في وسعكم، حيطالبوني أنا أنزل عليكم الناس، وابذل أنت خلص أنت اللي عليك. إذا كان في وسعنا أن نبذل 80 نطلب لنا 80، إذا ما عندنا إلا 20، هذا اللي عندنا. قاعدة النصر في بدر هذه، أنا ما أقدر أجيب لك مؤمنين أكثر من هذا، لأن هذا دعوتهم هذا 10 سنوات في مكة وبالحصار وكذا، إلا وياي وياي 313، هاي اللي عندهم، ما عندهم شيء آخر، ما أدري كم واحد عنده فرس، واحد ما عنده سيف يعطي جريدة، هاي اللي عندنا. بخلنا بشي عليك يا الله سبحانه وتعالى؟ لا ما بخلتون علي، إذا أنا أنزل عليكم الناس، عندي ملائكة وعندي جنود وعندي إيقاعات توفر لكم. نحن يا الله في هذا البلد لا نرضى بالمنكر من منطلق ديننا، من منطلق وطنيتنا، من منطلق إنسانيتنا. أمرنا بالمعروف أفراد وجماعات حتى نستطيع أن نقول نحن مجتمع آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، ونتصدى بشكل جماعي لذلك لما يحتاجه المنكر الجماعي والمنكر العام من إزاحة عبر الحركة العامة.
ونخلص لك في حركتنا. نحن لم نخرج ولا نريد البطر ولا العشق ولا الظلم ولا الانتقاص من حقوق الآخرين، وإنما نريد حقوقنا ونريد انتهاك أعراض إيقاف انتهاك أعراضنا وحرياتنا. فنحن على حق، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، نريد الخير، نحن على الحق. وبذلنا يا الله ما في أيدينا، ونسعى لأن نبذل مزيدا مما في أيدينا، وأن نبذل كل جهدنا. وهذه مسؤوليتنا أيها الأحبة. خروجنا في 14 فبراير منسجم مع أمر المعروف والنهي عن المنكر، منسجم مع وطنيتنا، منسجم مع إنسانيتنا، منسجم مع توفير الأسس للتغيير، الأسس التاريخية وسنن الله في الأرض. ماذا بقى علينا؟ بقى علينا أن نفرغ الجهد في أن نعطي ما بأيدينا، وبقية المعادلات المحلية الإقليمية الدولية اللي في إيدنا نشتغل فيه، واللي ما في إيدنا نتكفل فيه يتكفل به الله سبحانه وتعالى. نحن اليوم أيها الأحبة في هذه المرحلة، اصبروا وصابروا واستمروا في حركتكم، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وضعوا عينكم مع الله سبحانه وتعالى، والله ناصركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.